شكرا شكرا شكرا. الحقيقة أنا مش محضر حاجة أقولها فمش عارف أقول إيه، بس بنسب كل اللي حصل لي ده أولا طبعا لربنا سبحانه وتعالى اللي وفقني، ثم بفضل دعوات أمي ست الكل. شكرا. ليش اسمحوا لي أتكلم عن الست دي شوية؟ عشان أنا من غيرها ولا حاجة. الست دي ربتني كبرتني وبتفهمني حتى من غير ما أتكلم. أي نعم ساعات كتير اتكلمت وما فهمتنيش، بس برضو تظل أحن ست في الدنيا. حنيتها مالها ازاي؟ فاكرة يا أمي القلم اللي نزعتيني بيه لما كنت تهت وقلتيني؟ ما هو عشان مصلحتي، مش عشان مصلحتي ولا عشان مصلحة حد تاني؟ لا، عشان ما تهش تاني. أكتر حد بثق فيه في حياتي أمي. أي نعم الثقة دي اتهزت يوم ما فتحت علبة الكوكيز ولقيت فيها إبرة وخيط. ما هو ليه؟ ما عشان لما لبسي اتقطع تخيطولي يرضيكوا اروح الدكتوراه ولبس مقطوع. اي نعم تلات ارباع لبس ده هي عاملاه في وقت مطبخ، بس هي بتعمل كده ليه؟ ما عشان يبقى عندها ادوات مطبخ فتعمل لي اكل حلو. اي نعم لما بتعمل اكله مش حلوه واقول لها انها مش حلوه فتقوم قايله لي عنك مكلت وبتهددني انها هسيب البيت وتمشي وان محدش هيعرف لها طريق، بس عمرها ما مشيت، دايما معايا وفي ظهري. اي نعم وهي واقفه ورايا في ظهري. ده ايه بقى؟ بعمل ايه في ظهرك انا؟ ها ها ايه ايه؟ اي نعم هتجيبها ازاي المره دي عشان تفضحت امي النهارده؟ مالك يالا في ايه؟ نسيت امك تربيتك وعلمتك لحد ما بقيت شحت كده؟ هو ده اللي فاكرهولي كل حاجه؟ اي نعم شوف بقى، اي نعم انت ابني بس انا بقى اني معرفتش اربي. انتك مش عارفه نفسي. هتشبشب وتعال قالي مش لاقيه. طب ولو جيت جبتهولك يوبا؟ أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي الحلقة دي مش ليك. أمال لمين؟ لأمي. صح. مامة عزيزي إزيك عاملة إيه؟ عزيزي تعبني قوي، بيراكم حلقاته وبيتفرج عليا وهو نايم. ليه أنا اتحط جنبه واحد نايم كده هو بالشقلوب؟ ها؟ هذه الحلقة عن الأمومة. خليني عزيزي أبدأ بخص. في بداية عملها بإحدى العيادات النفسية هتلاحظ العالمة النفسية بولا جي كابلن إن في أغلب الحالات اللي بتعالجها الضحايا بيكونوا مختلفين، أسر مختلفة، ولكن يا عزيزي وبعد بحث المتهم بيكون واحد. مين يا أبو حميد؟ أمي. ايوه عزيزي امك. او يعني الام. دايما يا عزيزي الام هي الشخص اللي بيلام. الست دي وجدت ان الام مصدر اساسي لاغلب الحالات النفسيه اللي بتجيلها. يا خرابي يا ابو حميد، يعني الام دي طلعت خدعه مش شقيانه طول عمرها؟ هو انت هتموت وتعمل دراسه؟ يا عم اهدى شويه اسكت. حاضر. باولا هتحاول تتبع هذه الملاحظه بشكل علمي وهتتفاجئ ان ما بدا انه ملاحظه عابره في حالات خاصه بعيادتها اتحول بالدراسه الى باترن، نمط حاضر وبقوه في الأوساط النفسية والأوساط الطبية، وكمان في أغلب الدراسات الخاصة بالدوريات العلمية المرموقة زي مثلاً American Journal of Orthopsychiatry و International Journal of Psychoanalysis. يا رب يا أبو حميد، يعني الدراسات كلها والجامعات والباحثين بيقولوا إن أمي هي السبب في مشاكل النفسية؟ ولد عيب ما تقولش كده. اسمها مامتي السبب في مشاكل النفسية. إيه أمي دي؟ أنت أمي فعلاً. مفاجأة بقى عزيزي إن النمط ده مش بس موجود في الطب النفسي، الأم أيضاً ملامة على المشاكل العضوية لأبنائها. الأم في أغلب هذه الدراسات هي المسؤولة عن زيادة وزن الطفل. مش محتاجة دراسات دي يا أبو حميد، أنا عارفها. أرجع من الجيم ألاقي البشاميل، أتحايل عليها تعمل لي بشاميل في أي يوم تاني؟ مفيش، مش قادرة، أنا تعبانة وأنت هتبقى أنت وأبوك. أروح الجيم يوم واحد بشاميل يظهر، محشي يحضر، بفتيك، كل حاجة بتتقلي وبتتشوح وأصعب الأكلات بتتعمل. طب ما يا ولية أنا موجود من زمان، جت على أول يوم في الجيم وكل سبت أقول هبدأ الدايت السبت الجاي يا ماما. كمان الأمهات عارفين كده، حوالي 85% من الأمهات عارفين إن اللوم هيقع عليهم بشكل حتمي. تلتين الأمهات أقروا إن هم تعرضوا لتعليقات سلبية وقاسية من الأهل أو حتى من الأغراب في صورة اتهامات أو جمل زي ما أنت أكيد مهملة فيه، مش مهتمة بيه، وبتأكلي أي حاجة. تلت الأمهات اعترفوا إن زيارة لدكتور الأطفال بقت عبء نفسي بسبب المحاضرة اللي بياخدوها عشان وزن وصحة أطفالهم. طب وإيه رد الأمهات على الكلام ده؟ في دراسة اتعملت في منتدى فنلندي اسمه فوفا فاي من 2015 ل 2021 أخدوا عينة من 331 بوست افتراضي عن سمنة الأطفال، ولقوا إن الأمهات يا إما بيكونوا في وضعية دفاعية بيدافعوا دايماً عن نفسهم ضد اتهامات الإهمال بإنهم بيتبعوا عادات صحية لأطفالهم، أو بيرجعوا السمنة لعوامل تانية برانا بره الأسرة، أو تلاقي كل أم تتهم التانية إن هي اللي مهملة. وبتكرار هذه دراسة في أكتر من دولة، وده مش أي دول، دي دول المفروض إنها متقدمة، بس برضو ظهرت نفس النتائج. الأم يبدو أنها معصورة في كورنر، يا متهمة يا بتدافع عن نفسها. طبعا ممكن تقول إن الدراسات دي بتتحامل على الأم
الأمهات، وممكن نشوف إن الكلام ده صح. ما إحنا فعلا بنشوف الأمهات أحيانا بيبوظوا أبنائهم بتربيتهم المدلعة أو بتربيتهم اللي ممكن تبقى قاسية. بس أنا قبل ما أجاوب على هذا السؤال عايز أشرح ما هي الأمومة، أتكلم في هذا المصطلح وإيه معناه. الأمومة على حسب كلام سارة رودك هي الممارسة. يعني يا أبو حميد هي الأمومة ليها امتحان نظري ولا إيه؟ بمعنى الأمومة هي إن حد يختار مهمة رعاية الطفل. هنا الأمومة مرتبطة بالاختيار زائد الجهد المبذول، ده مفهوم أوسع من الأمومة البيولوجية. طبعا أنت بتقول أنا ليه بعمل هذا التعريف العبيط؟ ما إحنا كلنا عارفين الأمومة. المقصود هنا يا عزيزي أن الأمومة ليست جندرية. شرحت أنت كده يا أبو حميد. أقصد هنا إن الراجل لو اختار يرعى طفل وبذل المجهود المطلوب فهو كده بيمارس الأمومة. المفهوم هنا واسع لدرجة انه يضم اي حد هيقوم بهذا الدور. احمد انا كنت حاسس ان حبيبتي هي امي. يا عم بطل تلزيق وقرف بقى، اسمع الحلقة وبعدين ما تقولش كده في حلقة الامهات زمانهم بيشوف يا بتاع سهيل. طبعا عزيزي التعريف اللي بقوله لك ده مش تعريف قديم، الحقيقة التاريخ بيقول ان الحكاية ما لقيتش كده خالص. حسب الموسوعة البريطانية تقريبا ما فيش حضارة من اول العصر الحجري بتخلو من نموذج المذر جادس. كل الحضارات احتفت بالامومة وكرمت الام واضفت على هذا الدور قدرات خارقة وصلت الام لمرتبة الالهة. ده كان له سبب. ببساطة الرجاله بتموت، فالامومه هنا هي مصدر الخصوبه والولاده وان الحياه تفضل تتجدد من تاني في صوره اجيال جديده. يمكن اهم مثال على ده ايزيس. الموسوعه البريطانيه بتعتبرها رول موديل لكل السيدات. لو تعرفش ايزيس فايزيس اسطوره الهه فرعونيه هيتم عبادتها في العالم القديم كله من مصر لحد اوروبا وافغانستان باعتبارها، وركز في الكلمه، سوبر ماذر. بعد ما ست اله الشر قتل جوزها الملك اوزوريس اللي هو بالمناسبه اخوه، ست اما قطع اوزوريس قطع 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 وفضل يوزع كل هذه القطع في جميع عن حق مصر. هنا بقى إيزيس السوبر ماذر هتجمع أجزاء جوزها وبقوتها الشافية الحامية هتنجب من أوزوريس حورس. أوزوريس أنا عايز أبقى أمي وليا ما فيهاش حتة سليمة. لما أنا هجمعك ما تخافش. وبالفعل إيزيس هتنجب من أوزوريس حورس. حورس اللي إيزيس هتحميه وتدربه لحد ما يواجه عمه ست ويتغلب عليه. على حسب مصادر إيزيس كانت مجرد أوبسكيور جادس، إلهة مصرية مغمورة لحد بداية عصر الأسرة اللي فيه تحول دور الأم لدور محوري لأن هي اللي بتحضر ولي العهد عشان يكون ده الملك الجديد. فدي شغلانه مهمه، شغلانه الامومه دي بتكاريت الملك، فكان لازم تظهر اسطوره تبروز هذا الدور، ريفرنس نمشي عليه. هنا الامومه لم تكن ممجده لذاتها، مش عشان سواد عيونها ولا نام وتسهري وتقوم تشقري ولا حتى كونها علاقه صحيه بين الام والطفل، انما لدورها السياسي لتاهيل ولي العهد. That's why we have mothers، عشان ولي العهد بتاعنا ده يكبر ويكمل حدوته ويحقق البطوله اللي الريفرنس بتاعها حورس. وده بنشوفه عزيز كتير على مر التاريخ. ولو اخذنا مثلا مثال من تاريخ اوروبا هنلاقي ان وفقا لدينيس سومرفيل لحد القرن ال17 لم يكن هناك اهتمام بعلاقه الام مع الطفل. الاطفال في تاريخ اوروبا كانوا مجرد اعداد لخدمه الاب. انت بتكاريت عماله، انت عزيز ما بتبقاش مدير، انت بتبقى اب توجه من غير ما تدفع. دي كانت الصفقه لك لازم الاب يستغلها. الابناء كانوا فعلا بيساعدوه في الانتاج والزراعه وما بيكلفوهوش. مفيش بقى مصاريف مدارس ولا خارج مع اصحاب النادي ولا خارج رايح الدرس وهات فلوس اعمل مش عارف ايه. طبعا كتير من الاطفال دي كان بيموت لاسباب طبيعيه، ولو باعوا عيب في اي وقت ممكن يتباعوا او يتقتلوا او يتهجروا لاماكن تانية محتاجاهم. وده خلى كتير من الفلاسفه ورجال الدين في اوروبا يترجوا الناس ان هم ما يرموش عيالهم كده. الاطفال دول ابرياء وارواح قابله للتعلم ولازم ما نحرمهمش من رابطتهم مع الام اللي بتديهم الحنان والرعايه. الرابطه بين الام والابن دي دافع عنها الفلاسفه بصور مختلفه. يعني مثلا في العصور الوسطى ابتدت تنتشر فكره افضليه الرضاعه الطبيعيه، ولكن للاسف الرضاعه الطبيعيه ما كانتش منتشره غير بين الفقراء، وده لان اغلب الاغنياء يا اما كانوا بيجيبوا رضاعه. وكتير برضو من الامهات بترفض الرضاعه الطبيعيه دي لان معناها ان الام ممكن تبطل خلفه سنه او اتنين واحنا عايزين نخلف تاني. العيال عماله، كمان العلاقه الجنسيه بتتاثر. وكل ده ليه؟ عشان عيل واحد يتاسس ده العيل اللي هيجي عليه المخسره دي. الا العلاقه الجنسيه، معلش ايها الطفل، رغباتنا الانجابيه والجنسيه والتناسليه اهم. مع ان الثلاثه طبعا بيوصلوا نفس المعنى بس قلت عشان اعمل رنه. طب يا جماعه الانسان الصغير اللي انتوا جايبينه اللي محتاج رعايه ده فضل عزيزي الموضوع مستمر على كده لحد القرن ال17 لما بدا عدد وفيات الأطفال يزيد بشكل ملفت لدرجة بدأت تشكل خطر على المجتمع. في القرن ال17 يا عزيزي المجتمع رجع يهتم بالرابطة الأسرية مضطرا مش بمزاجه. وبعد قرون من إهمال علاقة الأم بطفلها، إهمال العلاقة ككونسبت إن في فكرة أمومة، يعني رجعت فكرة الأم البطولية. طبعا الأمهات يا دي الشغل يعني. الام المثاليه اللي هي تعتني بالاطفال وتلاقي ابنها متعلق بيها وجوزها بيحبها والمجتمع بيحترمها ونعيش بقى في تبات ونبات ونرضع صبيان وبنات. وبنلاقي مفكرين زي الفيلسوف جون لوك اللي هيكتب كتاب اسمه Some Thoughts Concerning Education. جون لوك بيقول ان الطفل صفحه بيضه والوالدين دورهم الاساسي هم انهم يكتبوا في هذه الصفحه البيضه ما هو مفيد للمجتمع ويشكلوا الصفحه البيضه دي حسب الاعراب. ومهما جه
القرن العشرين هتترسخ الرؤية الجديدة لما يجي عمك سيجموند فرويد دخل يا عزيزي راجل زي ده لما تيجي سيرته في حلقة بهذا العنوان ربنا يستر. فرويد بيقول لك لو الطفولة كانت سعيدة وفيها أكبر قدر من التفاهم والتشجيع هيكبر الطفل بتاعنا ويكون إنسان سوي. الأم مهمتها إنها تحس بأي مشاكل عند الطفل وتتعامل معاها ولا مش هبقى سوي، ولو ما قدرتش تعمل كده فالسبب هو عدم نضجها وإن أمها كمان شكلها ما كانتش ناضجة. فرويد رجع يلوم الأم على كل السلوكيات السيئة للأبناء، لو انت بتصرف مش كويس يبقى امك كانت غير ناضجه، امك السبب. في الخمسينات هيطلع بنظريه جون بولبي هيحذر فيها ان كل مشاكل الاطفال او الكيدز النفسيه والجسديه سببها حرمانهم من الام وحبها. الله، ده المجتمع العلمي متكاتل على الام، ده حقها ابو حميد تسيب البيت ومحدش يعرف لها طريق، ده الست مطارده من علماء. فرويد بيحدف وبولبي بيشوح. ايه يا شباب في ايه؟ الله، بولبي بدا يحذر من بعد الام عن اطفالها ولو لفتره قصيره، يعني الامومه تحولت الى ورديه دائمه انفينيتي شيف، مفيش اعياد قومية، مفيش اجازات رسمية، مفيش ويك اند، مفيش هريح ساعتين، مفيش دم. طبعا يا عزيزي وعزيزتي ممكن فعلا تقولوا هذه النظريات من رجالة على ستات، العلماء الستات بتوعنا بيقولوا ايه، الستات بتوعنا بيقولوا ايه. ما اقول لك يا عزيزي ان كتير من هذه النظريات جاية اصلا من الستات. ايه بتكلم جد؟ كان هدفهم تقديس الام بشكل مبالغ او تبادل اللوم ان لازم يبقى في ام سيئة او اسوأ منهم، ولما يبقى في ام سيئة ده معناه ان الامهات التانيين كويسين. باختصار يا عزيزي عشان ما اطولش عليك، كتير من النظريات حولت علاقة الام بالطفل علاقة خطية فيها سلوك الأطفال هو نتيجة مباشرة لسلوك الأم، كأن مفيش عامل تاني في النص. لو أنت متربي وكويس وابن حلال يبقى أمك كانت متربية وكويسة وبنت حلال. كل ده طبعا حط مسؤوليات كبيرة على الأم، هي المسؤول الأول عن نمو الطفل وتطوره، بتاخد قرارات كتير كبيرة وصغيرة من قبل ما الطفل يتولد، وبالتالي أي مشكلات أو أخطاء بيرتكبها الأبناء هي مشكلة مين؟ شوفي تربيتك يا هانم، لو الطفل جاب درجة وحشة في الحساب شوفي تربيتك يا هانم، لو تخين أو رفيع أو خواف شوفي تربيتك يا هانم، لو طلع قاتل متسلسل بيقتل ضحايا من سن 19 لحد سن 63 من الذكور والإناث ما بيعتقش حد وبيشوح جثث ضحاياه في سمنه صناعي وبيلعب امروه محتل وهارب من العداله بتهمه سرقه اعضاء وتبرعات مستشفى اطفال، ما تشوف تربيتك يا هانم. في حد يطبخ ميتين بسمنه صناعي؟ كفايه دهون مهدرجه بقى. في ايه يا ام؟ في ايه؟ ما تقول يا ابو حميد ازاي الام وافقت على هذا الكلام؟ ده جوب ديسكريبشن صعب قوي، ليه ما سابتش البيت من زمان وما حدش عرف لها طريق بجد؟ ها عزيزني كل هذا الكلام اللي بقوله لك كان يركب ان هو يتغلف بغلاف اسطوري براك، مش هنبيع لها المسؤوليات بس في الباكج، لازم تبقى حاولت في البيعه عشان الام تشتري. ايوه، وبينما اتخلقت اسطوره ايزيس عشان تبارك دور الملكه في عهود الاسطوره القديمه وتاسيسها لولي العهد الجديد، هيحتاج العصر الحديث لاسطوره جديده ريفرنس جديد، لان ايزيس ادمت بالكركديه. لازم نقنع الامهات ان هم يشيلوا هذه المسؤوليه مش بس كنتائج اثبتتها الدراسات وانما باعتبارها مهمتهم في الحياه. شارل هيس بتقول ان الاسطوره الحديثه للامومه اسمها انتنسيف ماذرنج. خليني عزيزي اشرحها لك في نقط. رقم واحد اسينشاليزم، يعني الام هي الشخص الاكثر ضروره في حياه الطفل، اهم من الاب ومن اي حد. رقم اتنين هو الاستيميليشن، مهمه الام تحفيز وتعليم وتطوير الطفل. طب ما ده حلو يا ابو حميد، ما تسيب الام تطور وتعلم. يا حبيبي استنى، وانا ضد ده، ما براحتها، بس اللي الناس دي بتنتقده هو ان ده طول الوقت 24 ساعه في اليوم، مش دي التانيه بيبقى عندها ابواب ازاز وعليها زي كاس كده فيه تعبان واسمها صيدليه، اللي بتفضل فاتحه على طول دي اسمها صيدليه. الام ده كائن تاني خالص، ده عايز يرتاح ويشوف مسلسلات بالليل، ولو عنده فرصه يشوفها الصبح مش عنده مشكله، بس بتبقى بقى برامج الطبخ في الوقت ده يعني متواجده اكتر. ليه؟ عشان تعمل اكل للعيال. الام في العصر الحديث طول الوقت مشغوله، بتودي ابنها التدريب، توفر له العاب تنمي قدراته، تتناقش معاه، تحاول تملاله وقته بالشكل الصحيح، لا وكمان تكون دكتور مام، تعرف لو الطفل عيان وتتنبأ لو هيتعب. تالت حاجه محور حياه الام تشايلد سنتر، انسي بقى احتياجاتك وذاتك وكينونتك. من ابسط الحاجات يا عزيز، شوف الام لما تجيب ابن اسمها على الفيسبوك ما عادش موجود بقى اسمها ام كذا، صورتها على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا ما عادتش صورتها بقت صورة عيالها، لسه الكل تسمي الاكونت احمد ومعاذ ولجينا، هي مقله انتي. رقم اربعه هي الفولفيلمنت، هذا المحور المفروض يملى حياه الام سعاده وبهجه، يعني حتى بعد ما تلغي كل احتياجاتها مش مسموح لها حتى تتضايق او تخرج اي مشاعر سلبيه، يعني هي مش مجرد شيانه، ده كمان مش مسموح لها تزعق ولا تتضايق ولا تطلع تشرب سيجاره في البلكونه، تفضل ماما نونه. الوقار والهدوء والحب والابتسام والحنان
وبدون اي مقابل. الام دي المفروض تبقى مكان التضحيات، كل يوم تضحيه، كل يوم اسالي نفسك يا ام انا ضحيت بايه النهارده. هو ده شكل عزيزي الام في العصر الحديث. رقم 5 يا عزيزي، التشالنجينج. بص يا ام، احنا هنعترف ان الدور ده صعب وقاسي، وعشان كده هنكرمك كل شويه عشان روحي انت بقى اتعبي وش 40 سنه في الدنيا، وهنجيب لك بقى في عيد الام يوم واحد في السنه كده اهو بوك اسود جلد طبيعي كده في دخله الربيع يظبط معاكي، ونسميك ام مثاليه، ونعمل جايزه اسمها الام المثاليه اهو خالصين. تمن الرضاعه والتربيه والتفكير والدكتوراه في رعايه الاطفال والحفظ مواعيد السباحه ومواعيد المشهد ده كله. ومش بس كده، هنشغلك ست الحبايب مرتين. يلا يلا يا ام، يلا فرعي بستي، هتدي حاجه هتاخدي قصادها. الاسطوره دي يا عزيزي اصبحت تابو، ده بيخلق افتراضات لا يمكن نقدر نقف قصادها، زي مثلا ان الامومه شيء فطري. الاسطوره دي بتقول ان كل الستات امهات بفطرتهم، بينما العلم بيقول لك ان بعض الامهات ما بتحسش بهذه الغريزه الا بعد الولاده بوقت. الرابطه دي بتتكون بالتدريج. مش بس كده، ده مؤخرا بدا يقول لك ان البعض ما بيحسش بيها خالص، ممكن يبقوا قله ولكن مش الكل. مش بس كده، ده وارد كمان البعض ما يكونش اختار ان يكون ام اصلا. المشكله يا عزيزي ان حتى لو الام التزمت بالاسطوره اللي احنا قلناها عليها دي وبقت ازيز في نفسها وسوبر مامي، فالعلم نفسه ما ادهاش روشته ثابته للامومه. الباحثه مارثا وولفنشتاين لاحظت مثلا ان في الخمسينيات التوجيهات الخاصه بتربيه الاطفال في امريكا اتغيرت 4 مرات خلال 37 سنه، من 1914 لحد 1951، في اجيال كامله اتبسطرت. ده معناه ان بشكل او باخر كل جيل جه ردا على نصايح الجيل اللي قبله. وعلى حسب سومرفيلد، الام كل شويه تلاقي اللي كان بتعمله غلط، وبالتالي الابناء كل شويه يقتنعوا ان هم اتربوا غلط، لان كل شويه بتظهر لنا مدرسه جديده في تربيه الاطفال. شويه اقول لك يا جماعه انتوا سايبينهم قوي ما تربوهم، شويه تانية اقول لك يا جماعه انتوا ماسكين العيال قوي ما تسيبوا لهم فرصه. ده غير طبعا حاجات بقى كتير في الرضاعه وفي الولاده وفي التربيه، ويكلم ده وما يكلمش ده، شويه اقول لك خلي سره معاك، وشويه يقول لك ادعمه من بعيد وسيبه براحته. دي كلها مدارس عماله بتتغير، وبالتالي النموذج بتاع الامومه عمال يتغير. الاختلاف ده موجود لحد دلوقتي. هتلاقي الام لو حافظت على علاقتها مع ولادها وحميتهم بزياده تبقى اوفر بروتكتيف، ولو سابتهم يكتسبوا تجارب في العالم واديتهم راحتهم تبقى مهمله. الازمه يا عزيز زي ما قلنا ان الاحكام القاسيه دي بتيجي من الامهات التانيه. في كتابها بوش باك بتقول طبيبه النساء ايمي توتر وهي ام الاربع اطفال ان الامومه اصبحت هويه اجتماعيه، صوره ذاتيه لازم الام تعززها طول الوقت، ومفيش ماتش هتعرف تكسبه في هذه المعركه احسن من المامي ووز. هنا بعض الامهات بيقووا صورتهم بانتقاد الامهات التانيين، فيبدا تاني عارف انت يحصل عمليه إعادة تسليح، لأن الستاندرز عمالة تعلى، لأن أنا عشان أبقى أم أحسن في نظر نفسي وفي نظر المجتمع بتاعي وفي نظر أبنائي أهتم أكتر وأزود تفاصيل أكتر، لأن ممكن أمهات تانية تنتقدني. يفضل بقى عمالين شغالين في عملية سباق، فاضغط نفسي وأضغط الواد وأضغط الواد التاني وأمه. في حين يا عزيزي إن الدنيا فانية والله، وإن دي مش أشكال نربيها. يعني اللي بحاول أقوله إن مش بس كل أم رهينة أسطورة أكبر من قدراتها، إنما كل أم وحيدة، وطريقتها الوحيدة لتقدير نفسها إنها تقلل من أمومة الستات التانيين. صعب يا عزيزي إن كل أم تستنى لحد ما أطفالها يكبروا عشان يبان بقى التجربة اللي بقى لها 20 سنة دي طلعت كويسة ولا لأ، التربية اللي أنا ربيتها لهم دي طلعت كويسة ولا لأ. فلازم الانتقاد يكون شغال طول هذه العملية عشان كل أم تطمن نفسها إنها صح. وتاني يا عزيزي، الأم بتضحي بحاجات كتيرة جدا عشان تقدر توفي هذه الأسطورة حقها، محتاجة تعمل ده، محتاجة تزود قناعتها بنفسها وتقنع نفسها ان هو ده الصح وان اللي بيعملوه التانيين غلط، لانها لو ما عملتش كده المجتمع كله هيلومها، واولهم الستات التانيه اللي هو يا ست الكل استني ما الواد يغلط وانا لسه هستنى ما يغلط. ايوه في اي اي في توقع. وزي ما بتقول ايمي توتر، اتس كريتيكالي امبورتنت تو جادج مذرز باي ذا بروسيس ويتش كان بي كنترولد نوت ذا اوتكم ويتش كان نوت. الست تقدر تتحكم في العمليه، ما تقدرش تتحكم في النتيجه. وبينما ايزيس من الاف السنين اتحولت عن طريق الاسطوره من الهه مغموره لايقونه على المعابد بتعبد في قارات العالم القديم كله، الام اللي شالت على كتفها اسطوره حديثه. الام بقى اللي شالت على كتفها اسطوره حديثه بتخليها المفروض شبه ايزيس، كانت نتيجه حملها مش ظهور ايقوني ولا تخليد لاسمها، وانما الاختفاء والخفوق بكل صوره. اول اختفاء هو الاختفاء النفسي. في كتابها كيف تلتئم عن الامومه واشبحها بتقول الكاتبه ايمان مرسال ان الامومه الحديثه اتقسمت لنصين. النص الاولاني هو امومه المتن او الفاترينا، الفاترينا اللي بتكون فيها الام مثاليه، ولكن خلف هذه الفاترينا بنشوف النص الثاني امومه الهامش. الام بتستخبى في النص ده وهي عندها شعور واحد
الذنب. إمام مرسال بتقول وراء كل الاختلافات بين الأمهات يبدو الشعور بالذنب وكأنه الشعور الذي يوحد الأمهات على اختلافهن. يعني الحاجة الوحيدة الكومن بين الأمهات دي كلها إحساسهم الدائم بالذنب. الأم دايما مذنبة في أي تصرف بتعمله، لأن في أم تانية في مكان تاني عملت تصرف معاكس ونجحت. وبعدين يا عزيزي إمام مرسال حكت ده بشكل علني، بنلاقي صورة تانية من الذنب ده في الاختفاء الأدبي. يعني في رواية لوست دوتر اللي بتحكي عن أستاذة جامعية سابت أطفالها لمدة 3 سنين عشان تحقق ذاتها، وإزاي الأم هتفضل عايشة بإحساس الذنب ده طول الوقت بسبب التمزق بين ذاتها وكاريرها ونجاحها وأمومتها. المشير يا عزيزي إن كاتبة الرواية الإيطالية إلينا فرانتي اللي باعت روايتها 15 مليون نسخة وترجمت ل 45 لغة، كاتبة غير موجودة أساس، هي شخصية باسم مستعار مش معروفة إلا للناشر بتاعها، وبترفض دايما تظهر هويتها القراء. شخصية مختفية زي شبح. في كتابها الكاتبات والوحدة بتطرح نورا ناجي تصور إن إلينا ممكن تكون أم، وعارفة إن اكتشاف أفكارها وهي بتتكلم عن الأمومة وبتوصفها إنها عبء، وإن بعض الستات بتتمنى تخلص منها، ده هيدينها في نظر قراءها لو عرفوا اسمها الحقيقي. عارفينك يا أم أنت اللي عايزة تتهربي من الأمومة، يا أم اللي مش عايزة تضحي، عارفينك وشايفينك. عايزة رقم الملجأ؟ خدي رقم الملجأ يلا. فكان تمن الانكشاف الفكري وإنها تعبر عنه بحرية إنها تخفي هويتها إلى الأبد. عشان كده هتسمي نورا فصلها عن فيرانيتي التخلص من ذنب الأمومة. وبينما عزيزي هناك اختفاء نفسي وأدبي، بعض الأمهات هتتمنى الاختفاء الفعلي، عايزين حيلة سحرية تخلصهم من كل عباء الأمومة. هل تعلم يا عزيزي إن هناك حاجة اسمها الهوسبيتال فانتاسي؟ دكتورة شيرل زيجلر الدكتورة والباحثة والأم لثلاث أبناء بتحكي إنها لما اتحجزت يومين في المستشفى لقت نفسها في أوضة لوحدها بتتفرج على تلفزيون، ممرضات رايحين جايين بيطمنوا عليها. يا ست الكل حضرتك مريضة، المفروض تبقي حزينة. لا مفيش أطفال أنيمهم وأفك خلافاتهم وغسيل ألمه ومواعين أغسلها. شير اللي بتقول إن بالرغم من ألمها الفظيع إلا إنها حست براحة سحرية، لأنها لأول مرة مش أم، هي اللي بتتلقى الرعاية، أم مرتاحة وسعيدة وأطفالها بيزوروها في المستشفى الجميلة. الباحثة الكورن كاترينا بتقول إن الفانتسي ده أو الحلم بالراحة في المستشفى دي حاجة شائعة بين الأمهات. أمهات كتير عايزين يعملوا حادثة هدنة تسمح لهم إن هم يتم إعفائهم مؤقتا من الأمومة، عايزين ناخد بريك، والأهم ما يحسوش بالذنب. الأم يا عزيزي قصاد دور سوبر وومن، دور خارق كان بيتبني له معابد من زمان وبتتصور صاحبته كإلهة، بينما بنطالب النهارده بأنثى عاديه جدا، انثى مش إلهة ولا أسطورية على حد علمنا طبعا. وقررت هذه الانثى تختفي بكل الصور نفسيا وادبيا وفعليا وفيرشواليا كنوع من الهروب من عبء صوره، لو ما حققتهاش فهي هتعيش طول عمرها في احساس من الذنب. تاني عزيزي الناس دي بتقولش ان الامهات ما بيحبوش يكونوا امهات، الناس دي شايفين ان هم بيتحملوا مسؤوليه كبيره جدا 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 على هذا الحب، وان هذا الحب له دور في انه يعمل قنبله موقوته من الاحساس بالذنب، وفخ الذنب ده منصوب ليها من تحيزات علميه وامهات شبهها بيلموها، ومجتمع دائما حاططها تحت ضغط بيقدسها في دور رومانسي وغير واقعي. طب معلش يا ابو حميد الابناء ذنبهم ايه في كل العركه دي؟ ما هم امهات وسط بعضيهم وهم اللي بيحبونا قوي، ما تحبوناش هو انا لما اخذ امي ده منظر واحد يتحب. يا عزيزي يبدو ان امك ما ادتكش الحب الكفايه عشان تشوف نفسك إناف. أنا هلوم أمك. لا يا عزيزي ما لهمش ذنب، نحن هنا لا نقلل من حقهم في إنهم ياخدوا رعاية كافية ووقت واهتمام وحب من أمهم. في الآخر الناس دي ما طلبتش تيجي الدنيا، الأهالي دول هم اللي قرروا يجيبوهم. الطفل يا عزيزي أكيد مهم، ولكنه على حسب كلام الكاتبات دول ليس الأهم. الطفل والأم الاتنين مهمين بنفس المقدار. لا يا عزيزي اتكلمنا في حلقة الأب وقلنا قد إيه الأب ده مهمش، والضوء كله متسلط على الأم، والدراسات والكتب معظمها عن الأم، بس هدينا شفنا النور الزيادة ممكن يعمل إيه لو الاهتمام ده بيشيل جواه تحيز قاتل بيخدم أسطورة مش علمية في ذاتها. وكتير من الدراسات الحديثة بدأت تلاحظ التحيز وتعتبر إن النظريات اللي بتلوم الأم كمصدر أساسي للمشاكل النفسية عند الأبناء artifacts of history، نظريات أثرية متحللة متفسخة، بينما الإنسان كيان أكثر تعقيدا نتاج عوامل بيولوجية وسيكولوجية واجتماعية، ده غير البيئة اللي حواليه. الأب والأم عامل مهم ولكنه عامل من ضمن عوامل كتير. أهم حاجة عزيزي قبل ما تلوم الأم على أي مشكلة في أبنائها تذكر يا عزيزي إن هناك سياق، وافتكر إن الزمن غير الزمن. زمان الأسرة كانت جزء من عيلة ممتدة أكتر، العم والعمة والخال
العماله وسكان المنطقه اهل نفس القريه، ده لو ما كانوش ساكنين في بيت واحد اصلا. فعبء التربيه والامومه مش متوزع على فرد واحد، لا متوزع على الناس دي كلها. الكل بيربي عياله وعيال غيره، ده مش بالضروره شيء سلبي او ايجابي، ولكنه بالضروره معناه ان العبء اللي فرد شايله لوحده دلوقتي كان بيشيله زمان مع ناس تانية الاهل. بس كده يا عزيزي، في النهايه اتمنى ان تكون الامهات راضيه عن هذه الحلقه، ولينك الحلقه يتبعت ويتشير في جروبات الماميز، لان والله العظيم لو مامي واحده تبنت هذا البرنامج هنضاعف عدد المشاهدات والله. دول قالت ماركتينج، قالت بي ار، الامهات. اه والله. بس كده اخيرا عزيزاتي الامهات، اتمنى تشوفوا الحلقات اللي فاتت، شوفوا الحلقات الجايه، تزيدوا تبص على المصادر، واحنا على اليوتيوب اشترك على القناه. أه باكد على الامهات، عايزه تبقي امي كويسه خلي ابنك يشوف البرنامج، ما تبقيش ام غير ناضجه، ده مفيد، ده ساينس، ماس، درجات. امومه كويسه لان ابني شاطر، في فرق كبير قوي بين ام ابنها بيشوف برنامج الدحيح وبيشوف حلقات اللي فاتت والحلقات الجايه وكل هذا الكلام، وام ابنها بيشوف اي حد تاني. انا بناشد اي ام تشوف ابن لام ما بيشوفش الدحيح تلومها وتنتقدها. انا بنادي كل اسطوره وكل ام انت طلالي. لا سيبنا بس عبد المشاهدات وكده.